نبلش يلا اكشن. اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان. كاش كاش اخفض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخفض كاش كاش مع النبهان. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. أجواءنا أجواء المسابقات من المباركية ومن هذه الأجواء المميزة في المباركية دائما نحاول نحن نقدم المعلومة المميزة والجوائز الكاش وجوائزنا الأخرى العينية. كاش مع النبهان من المباركية. ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان. كاش كاش اخفض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخفض كاش كاش مع النبهان. Want بالباوند get your cash تبي بالدينار اخفض كاش كاش مع النبهان. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام واجواء برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الاخ طبعا والبنات يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اخباركم زينين؟ والله الحمد لله. عارفين نظام برنامجنا طبعا. ايه. يلا هذه اللمية خليها عند منو؟ خليها عندك. اوكي دير بالك عليها اللمية ها؟ ايه. زين. يلا اختاري من هالبطاقات بطاقة. اختار بطاقة. هذا بسم الله. حلو. الحين اول سؤال بعشرين دينار في اختيارات. جوائزنا مقدمة من ثيرتي تو لطب الاسنان، سفريات الركن اليماني، كيت تريد، سراي للعطور، والتسيم ومطعم ايطالي وفيكس برو. السؤال الاول يقول كم عدد ارجل العنكبوت؟ العنكبوت؟ كم عدد ارجل العنكبوت؟ خمسة ولا ستة ولا ثمانية؟ العنكبوت ثمانية. ثمانية متأكدة والله؟ شون؟ بس ثمانية يعني متوقعة ولا شايفة لا لا توقعات 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 الصحيحة والله ثمانية. ثمان أرجل حق العنكبوت هذه أول كم؟ 20 20 دينار. يلا السؤال الثاني يقول ما هي عاصمة ألمانيا؟ ألمانيا؟ لا إن شاء الله. شنو عاصمة ألمانيا؟ ميونخ ولا فرانكفورت ولا برلين؟ لا فرانكفورت. إنه فرانكفورت فرانكفورت ولا ميونخ ولا برلين؟ سنة ألمانيا شنو؟ فرانكفورت ولا شنو؟ ولا ميونخ ولا برلين؟ لا برلين. برلين أكيد. مو فرانكفورت. لا ها صح هي برلين. وهذه 40 دينار. السؤال الثالث يقول من هو اللاعب الدولي السابق الملقب بالمرعب؟ مرعب؟ إيه لاعب كويتي دولي سابق لقبونا المرعب معروف. كيف تشجعون انتم؟ كويت. شنو تشجعين بالكويت؟ انا قصدك يعني النادي الهلندي. اي قادسية. هو يلعب بالقادسية. يلا واحد اثنين يلعب بالقادسية حاليا؟ اي لا قبل 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 اربعة ستة لا سبعة خلاص المرعب هو الحين من زمان ما يلعب صح؟ خلاص يلا مرعب في حماية المرعب يزعل المرعب لا ما ي... لا لا يزعل تكفى خلاص يلا خلصنا؟ لا لا اسمع ببال لحظة يلا لمتى عندنا وقت بالبرنامج واحد عندنا سنة عشرة ثلاثة ستة تسعة جاسم يعقوب جاسم يعقوب جاسم يعقوب يلا محمود علي طالب برنامجنا يلا جاسم يعقوب. سؤال الأخير يقول ما هي أخفض نقطة على سطح الأرض؟ أخفض نقطة على سطح الأرض 40 دينار تاخذونهم يصير عندكم 80 ما تاخذينهم يصير اخفض نقطه على سطح الارض الماي. يلا شنو الماي مكانه هو ما في ماي القاع البحر قاع اي بحر وايد البحر صيد والله قولي لي مكان معين. يلا واحد اثنين ثلاثه سبعه البحر الميت البحر الميت اكيد 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 ها
خلاص الحين منو اسهل جاسم يعقوب ولا البحر الميت؟ جاسم يعقوب صح البحر الميت. مبروك عليكم وهذه 80 عليكم بالعافيه. ما خلصنا يلا هذه جوائزنا بعد اختاروا بس رفعي المايك شوي. يلا وين هذه؟ هذه جائزتك يا طويلة العمر. من وين؟ من 32 لطب الأسنان. تقدمي لك كوبون 200 دينار عليك بالعافية. الله يعافيك. وأيضا ما خلصنا عندنا Q8 تريد مقدمين لك كوبون تداول في بورصة الكويت. أوكي. وهم فيكس برو أي شيء يصير عندكم بالمنزل مقدمين لك الكوبون هذا. وسراي للعطور معطينك الأدية. كلامك بخير يعطيك العافية. بخير يعطيكم العافية. عاوز بالجنيه اكسب كاش. You want بالباوند get your cash. تبي بالدينار اقبل كاش. كاش مع النبهان. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام واجواء برنامجكم كاش مع النبهان من داخل سوق المباركيه ومعنا الاخت ساتر الخير. هلا والله يعطيك العافيه. رفعي المايك شويه بس. عافيك. شلون السوق؟ شلون اجواء رمضان؟ الحمد لله والله الحمد لله. عارفه نظام برنامجنا؟ هذه 100. تفضلي كل سؤال راح نسحب منك 20 دينار اذا ما جاوبتي صح. يلا اختاري. اول واحدة بسم الله. جوائزنا مقدمة من 32 لطب الاسنان، التسيم ومطعم ايطالي، كيت تريد وفكس برو وسفريات الركن اليماني وسراي للعطور. كل الشكر لكل سبونسراتنا. السؤال الاول يقول يا طويلة العمر ما معنى الصمصام؟ الصمصام ايه شنو هو في اللغة؟ ما هل هو السيف ولا الصحراء ولا العاصفة؟ الصمصام شنو؟ بعد الاختيارات مرة ثانية. سيف ولا العاصفة ولا الصحراء؟ العاصفة. العاصفة أكيد أكيد. عاصفة أتوقع. هو السيف. يلا ما عليه. السؤال الثاني يقول في أي عام افتتح المسجد الكبير؟ المسجد الكبير تعرفينه؟ قريب. كم وفي أي عام افتتح المسجد الكبير؟ 1986، 1989، 1992. 86. أكيد. أكيد. ها. 86. مو 89. 89. لا ما لك شغل فيها. 86 ولا 89؟ 86. 86. 86 صح. بغيت تضيعك هي. أوكي. 86. والسؤال الثالث يقول ما هي عاصمة تونس؟ شنو هي عاصمة تونس؟ اوكي اختيارات. ما في اختيارات. 20 دينار. تونس. ما هي عاصمة تونس؟ يلا. شاكة بجاوب. يلا ها. دار البيضاء. ثلاثة. دار شنو؟ دار البيضاء. سبعة، ثمانية، تسعة شنو؟ تونس. تونس. تونس أكيد؟ تونس. هي تونس صح. مبروك عليك. تونس هي عاصمة تونس. السؤال الرابع يقول من هو صاحب هذه المقولة رب اجعل هذا البلد آمنا؟ من اللي قالها؟ من هو القائل؟ في القرآن الكريم وردت هذه الآية. من هو صاحب هذا الدعاء؟ يلا رب اجعل هذا البلد آمنا صح. نبي. من هو؟ يلا رسول. واحد، ثلاثة، ستة، تسعة، عشرة. منو؟ ما أدري. محمد. هو النبي إبراهيم عليه السلام. يلا ما عليه ما عليه ما عليه. 40 دينار حلوين. اختاري. ما خلصنا. اختاري يلا. وجائزتنا 32 لطب الأسنان مقدمين لك الجائزة كوبون ب 200 دينار وفرعين عندهم في الشعب البحري وفي المنجر. فيكس برو مقدمين لك الهدية هذه. أي شيء صيانة بالمنزل من فيكس برو ما يقصرون معاك. وسراي للعطور معطينك هالعطر. كل عام وانتم بخير يعطيك العافيه. بالجنيه اكسب كاش. يو وانت بالباوند جيت يور كاش. تبي بالدينار اقبل كاش. كاش مع النبهان. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام واجواء برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا هالعائله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شلونك؟ شلون المباركيه؟ حلوه؟ والله حلو. الله يعطيكم العافية. أجواء رمضان. تفضل يا اختي. هذه المية عندك؟ المية عند ام العيال عشان هذا. ما في مشكلة. ان شاء الله. يلا. طبعا قبل أن اقول لك جوائزنا منو تختار؟ يلا اختار لنا من هالبطاقات. بسم الله. هذه أول واحدة. جا...
جوائزنا مقدمة من ثيرتي تول طب الأسنان، سراي للعطور، كيت تريد، التسيم مطعم إيطالي، وسفريات الركن اليماني، وفيكس برو. جاهزين ها؟ كل سؤال إذا ما جاوبتوه لا سمح الله راح نسحب كم؟ 20. أوكي؟ السؤال الأول يقول: ما هي عملة إيرلندا الشمالية؟ إيرلندا الشمالية في الجنوبية وفي الشمالية، احنا نسأل عن الشمالية. ما هي عملة إيرلندا الشمالية؟ هل هي اليورو ولا الباوند ولا الفرنك؟ اليورو. إيرلندا في ثنتين، في واحدة شمالية واحدة جنوبية. الشمالية تابعة حق بريطانيا. شنو عملتها؟ باوند. باوند أكيد، لأن بريطانيا شنو عملتها؟ باوند. باوند صح. حلو، هذه أول 20 ريال. ارفع لي المايك شوي. السؤال الثاني يقول: كم سنة استغرق تنزيل القرآن الكريم؟ كم سنة استغرق تنزيل القرآن الكريم؟ 23 سنة ولا 40 سنة ولا 33 سنة؟ ها؟ 23. 23 أكيد. ها توافقين 23 ولا لا؟ ها 23 أكيد. 23 قلت شنو بعد؟ 23 مالك شغل بالباجي. 23 ان شاء الله. 23 صح، ان شاء الله تغير رايك. 23 هذه 40 دينار. السؤال الاخير 40 دينار يقول: ما هو اغلى المعادن سعرا؟ معدن هو اغلى المعادن في العالم سعرا. 40 دينار ذهب. شنو هو؟ ذهب. ذهب لا، معدن اول حرف نسمه راء. رانيوم لا، المول يورانيوم لا. زين يلا، واحد اثنين ثلاثة ليل عشرة، خمسة أربعة والله ما ستة خمسة ها سبعة. نعطيك بعد تفكر ليل عشرين. هذا اختيار عشان ما في اختيارات. لا النظام كذي ما في والله ما أعطينا أربعين. هذه أربعين، بقالك أربعين. ما خلصنا مستمرين. يلا تفضل اختار من الجوائز. بسم الله. ايوه بسم الله. جائزتك يا طويل العمر. وين؟ تذكره سفر كويت، دبي كويت، من سفريات الركن اليماني. كل الشكر لهم. تفضل. وهذه هديه ايضا، عطر من سراي. كل الشكر لهم. هذا عطر، وهذا فيكس برو. مقدمين لك كوبون، اي شيء في البيت تتصل فيكس برو. لك بالبورصه ولا لا؟ تداول ولا لا؟ لا والله ما جرب ويا كي تريد، ما يقصرون. تداول البورصه. كل عام وانتم بخير، الله يعطيك العافيه. عاوز بالجنيه تبقى، يو وونت بالباوند جيت يور كاش، تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان. عاوز بالجنيه تبقى، يو وونت بالباوند جيت يور كاش، تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم كاش مع النبهان. مثل ما شفتوا أجواءنا، المعلومات والجوائز، وطبعا الكاش حاضر وجوائزنا الأخرى حاضرة من المباركية. نقول لكم دائما كاش مع النبهان. كل عام وانتم بخير، مع السلامة. النبهان بيوديكم من مكان إلى مكان، كل رمضان كل اللغات، من مدينة لمدينة بعد الفطور طول رمضان. تابعونا وشاهدونا على الراي، يلا يا النبهان فوزوا، ترى الكل يستاهل. حاضر، والجوائز كاش، والغلطان هم ربحان ربحان. كاش كاش اخفض كاش مع النبهان، بيوديكم من مكان إلى مكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش، يو وونت بالباوند جيت يور كاش، تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان.